لن تصدق لماذا تم تزييف صورة مبارك في حرب أكتوبر. معلومة تعرض للمرة الأولى. ارتبطت معركة السادس من أكتوبر المجيدة بصورة الرئيس الراحل محمد أنور السادات برفقة الرئيس السابق محمد حسني مبارك داخل غرفة العمليات أثناء التخطيط ومتابعة سير العمليات العسكرية شرقي القناة بعد العبور. ولكن هل جاء في بالك يوما أن تلك الصورة ما هي إلا صورة مزيفة تم تزييفها من أجل تلميع صورة الرئيس السابق محمد حسني مبارك؟ ووفقا للمؤرخين العسكريين فإن الرئيس السادات أصدر قرارا يوم 24 من أبريل لعام 1972 بتولي اللواء محمود شاكر منصب قائد ثاني القوات الجوية، وقد أدار اللواء محمود شاكر بنفسه معركة المنصورة الجوية في 14 من أكتوبر لعام 1973، اليوم الذي اختير عيدا للقوات الجوية بسببها. أيضا هناك تزييف للصورة البانورامية لحرب أكتوبر التي تجمع قاداتها كافة، فالصورة توضح تواجد مبارك بجوار السادات مع اختفاء سعد الدين الشاذلي رئيس أركان القوات المسلحة في كل الصور الملتقطة بغرفة عمليات حرب أكتوبر. والمعروف أن مبارك وقتها لم يكن حينها سوى قائدا للقوات الجوية، والمتعارف عسكريا أن من له الحق بملازمة الرئيس هو وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش وقائد عملياته على الترتيب، يليهم قادة الأفرع. قالت نجلة الفريق الشاذلي: لدي صورة للسادات في غرفة العمليات الحربية وبجانبه والدي باعتباره الرجل الثالث، وقد تم محو صورته ووضع مبارك صورته بدلا منه.